بحاجة لمن يثق به. آخر من يلتقط فقاعة هو بيضة فاسدة. تحتاجك لي؟ إنها لا تعرف أبداً مكانه. هذا الأمر محزن جداً، أكاد أن أبكي الآن. ها لا دموع وقت الإنقاذ، سأعيد الطفلة إلى والدتها. حسناً، إذن ما الذي يمنعها؟ أصبح الطقس دافئاً في فنلندا، ولا يكفي الثلج، ومن دون الثلج لا يمكن للفقمة الأم صنع منزل ولا أن تبقي طفلها آمناً. بالضبط، ولن تسمح بحدوث هذا. إن الأم تعانق طفلها بهذا الشكل لأنها تشعر بالخوف، خائفة جداً من الذهاب معنا. أوه، أنا أملك الحل.